جيت اليوم وبادي بسم الله، جيت اليوم ونقول اللهم صلي وسلم على رسول الله. اللي ما يعرفش حكايتي نقول له حمحوم المظلوم من سوسة، اللي مش سامع بيا يدخل لول كومنتير يلقى اتراحي وكمباواتي. سفاح البطحة، سفاح ونضرب في اقوال، سفاح والكبش اللي تحد قدامه ما ومات طيار القرون. سفاح البطحة كي تشكل كومبا بين حمحوم سوسة وكبش اخر، المغرمة تقول زعما يقتلوا ما عادش يقولوا زعما يربحوا. تعرف بقتال الارواح، تعرف بالسفاح، نحكي على حمحوم من سوسة احلى ناس واحلى غرام. وبابا اخويا توا مازلت كي جيت درنسيبي يا بهين، انتي فين ونحبي فين، الكلنا نصلوا على النبي وعاشق النبي، صلي ما شاء الله اللهم صلي وسلم على رسول الله. يا حواد زدني منه الكبش هذايا باللي حكيت عليه، حاس روحي ظالم. وتعرف علاش؟ على خاطر بريمة. تعرف علاش؟ على خاطر كان انتي وحدك على قدرك عساس. كبش بريمة برشا تفرجت فيه في 6 فيكتوارات. يا ناس يا عالم يا هو، اللي مش فاهم كلامي يدخل لو الكومنتير في الفيديو ذي يلقى اطراح حمحوم. كل طرح يصيروا حاجتين، يا يقتل كبش يا يطير قرون كبش. المغرمة دائرة في البطحة تقول زعما يقتلوا ما عاش يقولوا زعما يربحوا. كبش اعطالي عنده شيخ برشا مغرمة اعطاها في الغرام لو ماكسيموم. انا جيت اليوم باش نحكي ونذرك الغرام. ريت برشا ناس خذات حقها، وريت برشا كباش خذات حقها، كيما البوكا حرام، كيما الكوبرا، كيما ولد المساكني. كباش هذاما للتاريخ، الفلوكي يا ربي يعوض على ماليه. مي حمحوم الناس بعد ما تفرج في الفيديو هذي، بعد ما تفرج في الكومباوات متاعو اللي هي متاعو موجود في اول كومنتير، باش تفهم برشا حاجات. شوف شوف شوف، هذي هيش غرام، هذي غرام، هذي لعبة، هذي الشيخة، هذي فرجة. لنا رابحين فلوس، لنا رابحين شهرة، لنا رابحين حد شيء. هذي صلاة على النبي، تربة كبش عام كامل تصرف عليه فلوسك الكل، تسيبه عادي في دماغي يموت عادي. وهذي غرامنا، هذي لمتنا، هذي شيختنا. واللي يحب يعرف قيمة الغرام، ثم 20 دقيقة غرام، ثم حلقة بعد هذي بعد حلقة حمحوم 20 دقيقة غرام. معنيها باش نفتل عضلاتي على غرام المرة هذي، معنيها باش نكونوا متفاهمين. لو هذي غرام الشيخة اللي في باله رابعين فلوس، راهو ما عدنا والو، رانا نصرفوا على كباشنا من فلوسنا، من خدمتنا نحو، من ماكلتنا ونعلفوا كباشنا، يعني معنيها ما رابحين شيء. اما انا واحد من الناس نحب نعطي حق الكبشة هذي، راهو كبشة بريمة برشا. اللي حذر عليه يعرف، واللي حذر على تاريخ حمحوم يكتب لي كومنت يقول لي انا حاضر. واللي سبحان الله ما حذرش لعمر ما سمعش الا غالب الناس وصلت له كلام بالغلط على حمحوم، يدخل يتفرج في 6 كومباوات حمحوم في اول كومنتير خويا في الفيديو، وصلي على النبي ما شاء الله. هذه شيختنا، هذه لمتنا، هذه غرامنا، هذه فرجتنا، احلى ناس. بابا خويا يتكلم، نحكي مانيش نفلم. 5.5 مليون فيو في عام، والتو مازلت نتعلم. يا اخي شعدنا نحن بخلاف الشيخه ولا ايش؟ احلى سوسه. على فكره حمحوم راه ماهوش خاسر، حمحوم كبش عمل 6 فيكتوارات، متع ناس، شيخ ناس، برشا ناس تسأل على حمحومين. حمحوم موجود في سوسة، أما ماليه مازالوا يقروا باش يرجعوا بيه ولا هم باش يرجعوا بيه، مازالوا ما عملوش راي. أما قالوا يزي تفرجنا بيه برشا، شيخنا فيه فرشة، تمتعنا بيه برشا، وعدنا الكبش كان باش نرجعوا بيه. ميسالش كان باش نرجعوا بيه، هذيك شيختنا وخلى اسمه في التاريخ. اسمك منقوش في التاريخ يا ولدي، اسمك منقوش ماهوش صبيغه، اسمك موجود ماهوش مسروق. ما تخافش ما تقولش، في غرام الزمان اسمك محفوظ. يا حمحوم يا سوسه، اصلك وتاريخك معروف خير من اصل كبش معروف وين. احلى ناس، احلى عالم، احلى شيخه قاعدين نعملوا في الجو، ما نطالبين شيء. نحن استطعنا على رسول الله، هذيك الحاجه. حاجه ثانيه، كل كبش في الدنيا ذي راهو عمل كارير باش نحكي عليه وباش نعطيه قدره وباش تعرف قيمه غرامنا وعلاقتنا بالهيشه نتاعنا. عدنا 20 دقيقه غرام تهبط غدوه. لا فامي احلى سوسه، ميرسي جبتولنا بطل كيما ذايا. محلاها سوسه، محلاها السونامي في سوسه، محلاها العياري في سوسه، محلاها حمحوم في سوسه، ومحلى 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 لمتنا. والله والله محلى لمتنا. الله الله، بابا خويا يا ابو نيفوس يعني بيتربح.